وللحديث عن دلالات تشكيل ميليشيا الحشد لواء جديدا في سنجار يتألف من أكثر من 2000 مسلح، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي كاظم مياور. حياكم الله أستاذ كاظم. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ كاظم. ما حاجة ميليشيا الحشد برأيك لتشكيل لواء جديد في قضاء سنجار يتألف من أكثر من 2000 مسلح في هذا الوقت بالتحديد؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا قبيل أن نذهب أن نقول هل هناك حاجة للحشد الشعبي أن يشكل أفواج جديدة في قضاء سنجار، أولا لابد أن نسأل سؤال: هل أن الحكومة العراقية بحاجة إلى أن يشكل هذه الأفواج باسم الحشد الشعبي طبعا الجواب البديهي، حكومة السيد السوداني لديه برنامج حكومي يطبقه على أرض الواقع، وهذا البرنامج قد تضمن بالمضي نحو تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية والإدارية في قضاء سنجار، واستكمال خطة التي تم وضعها واتفاق التي سار عليها حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في السنجار. وكان هناك نواقص حكومة السيد السوداني تكفل بأن يستكمل هذه النواقص، ولكن ما يحدث اليوم من تشكيل أفواج جديدة في حشد الشعبي هو يعتبر يعني مخالف لمنهاج الوزاري والاتفاق التي جرى عليها في منهاج الحكومي. فإذا بدل أن نذهب إلى حلول في هذه المسألة، نذهب إلى يعني تعقيد المسألة من جوانب أخرى، فلا بد من وضع حلول أخرى بإزاء هذه المسألة. مثلا إذا كان هناك حاجة أمنية إلى يعني تطوع في قوات الأمنية، فلا ضير أن نذهب إلى فتح هذا أبواب التطوع في الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية، لأن هذين المؤسستين لا خلاف عليهما في الطابع السكاني في قضاء سنجار ومدينة موصل بشكل عام. نعم أستاذ كاظم، هنا السؤال، يعني على أي أساس أوكلت القوات الأمنية أو الحكومة في العراق هذه المهمة للحشد الشعبي؟ طبعا يعني أنا سبقت هذا بالجواب على هذا السؤال. ليس هناك يعني في هذه المرحلة حاجة سكانية، حاجة في قضاء سنجار لدى أبناء سنجار أنهم طالبوا بأن يفتح لهم أبواب التطوع في أفواج حشد الشعبي. الكل يعلم أن سبب وجود حشد الشعبي هو لمقاتلة داعش أو فصائل أخرى، وحيث أن سنجار اليوم بات يعني محررا من لا توجد هناك قوات داعش أو قوات أخرى، هي سبب في يعني في تدهور أوضاع الأمنية أو إدارية في سنجار، خاصة بعد 2020 لا توجد هناك قوات لا داعش ولا غير داعش، وحتى قوات البشمركة لا توجد في هذه المنطقة بشكل يعني ماسك على الأرض. فإذا ما هو الموجود هو فصائل حشد الشعبي وقسم من الجيش العراقي وكذلك الشرطة المحلية. فإذا الذهاب إلى إضافة أفواج أخرى من نفس الطابع سوف لا يؤدي إلى أي حل في هذه المنطقة. لمصلحة من يعني يدخل الحشد الشعبي في هذا الأمر، خاصة أنه لربما يعقد العلاقات مع أنقرة، يعني التي لربما هناك توتر بالعلاقات أصلا بسبب حزب العمال المصنف إرهابيا؟ نعم، يعني بطبيعة الحال هذه المنطقة استراتيجية أمنيا، ويوجد فيها يعني بشكل واضح وعلني غير خافي لا على الحكومة العراقية
ولا على حتى الحكومة التركية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية من وجود مقرات، وخاصة مناطق أصبحت ممرا لقوات حزب العمال الكردستاني باكاكا في هذه المنطقة، ويرفعون يعني الصور لقادة وزعماء حزب العمال الكردستاني. فلو كان هؤلاء ولاؤهم حتى لحشد الشعبي لكانوا يرفعون مثلا الصور لسيد السيستاني او لسيد مقتدى الصدر او لمرجعيات حشد اخرى، ولكن لا نرى حتى هكذا الصور، بل نرى هناك وجود مرجعيات لحزب العمال الكردستاني. فخشيه انقره حكومه التركيه ان ينضم هؤلاء، وكان لهم في السابق كذلك انضمام الى قوات حشد الشعبي بمسميات اخرى، كمثلا فصائل مقاومه سنجار او يزيد خان او الى اخره من هذه التسميات، وهم بالاصل يعني لديهم ولاء الى حزب العمال الكردستاني. فهؤلاء اليوم لا توجد معايير ثابته معروفه حتى في فتح باب التطوع من غربله عدم دخول هؤلاء في حشد الشعبي او غيرها من هذه القوات. فاذا بالنتيجه سوف تؤدي الى خلق مشاكل امنيه، وحتى يتدخل تركيا في هذا الامر، لان تركيا الكل يعلم ان لديها في هذه المنطقه بين وقت واخرى يعني تدخل عسكري مباشر نتيجة محاربة إرهاب في هذه طيب، المنطقة. أين إيران من كل ما يجري في سنجار؟ طبعا إيران بطبيعة الحال هم ظاهرا لا يقولون أو يعترفون أن لديهم أي تواجد عسكري أو حتى يعني سياسي في هذه المنطقة، ولكن يعني ما يوجد هناك في الفصائل حشد الشعبي هم دائما يعني يقولون اننا قريبون من سياسه ايران، ولديهم حتى مستشارين ايرانيين ربما يعني يدربونهم في مجال التدريب والمشوره الامنيه والعسكريه في هذا المجال. فإذا هذا يعتبر حضور وتواجد إيراني من حيث التواجد على أرض الواقع. ومن حيث المسائل السياسية ومسائل الاقتصادية بطبيعة الحال كذلك يعتبر هذه المنطقة القريبة على حدود السورية وإيران يهمها أن تكون هناك منفذ من العراق إلى سوريا تكون آمنة لمصالحها الاقتصادية والسياسية في هذه المنطقة. إذن كنت ضيفا عبر سكايب من أربيل، الباحث والمحلل السياسي كاظم ياور، شكرا جزيلا لك.